صباح الخير، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ طمنونا عليكم. النهارده يوم جديد، رايحين الكورس عشان نتعلم. الفيديو ان شاء الله هيبقى حاجه فاخر من الاخر. ما تنساش بقى لو تشوفني لاول مره تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتقول تعليقك المحترم المهذب الجميل. يلا بينا، على بركه الله نهاركم زي العسل. صباح الفل، يلا. رجعت، كنت ناسي النضاره والايس كاب. جو مش ساعة قوي بس عادي، برضو جبته معايا احتياطي. هروح بقى اركب عشان انا كده اتاخرت على الكورس. تاخير على الكورس مش كويس، مش كويس ليا انا، بينقصني بعض المعلومات او بعض الاشياء في الخمس دقايق انا ما بتعلمهاش، فده بيأثر عليا اكيد. فهمت؟ يلا، الاشاره الرخمه يا رب تكون فاتحه لسه قافله. يلا بينا. اول ما تخش المحطه تحس ان انت دخلت فرن، دخلت على دفايه. والله العظيم الجو في الشارع حاجه وداخل المحطه موضوع تاني. يعني ممكن تقلع الجاكيت بتاعك داخل المحطه. تقف براحتك، انت مش محتاج ان انت تلبس جوانتي او تلبس ايس كاب او تلبس جاكيت تقيل قوي لو هتقعد فترات داخل المحطه. في ناس جوه المحطه لما بتقعد بتقلع الجاكيت بتاعه وتبقى قاعده بتيشيرت نص كم او تيشيرت بكم. المهم ان هم بيخففوا لبسهم. يلا عشان انا متاخر كتير. استنوا كام؟ متاخر دلوقتي ونص الا خمسه، الساعه 8 ونص الا خمسه. يا فتاح يا عليم البتاع ده، السلم بصوا واقف على الصبح. يلا مش مشكله، احيانا بيعطل او احيانا بيريحوه في وقت بيبقى ايه، مفيش زحام كتير فبيقف. ده موجود كتير قوي في المانيا او مدينه نورنبرغ. فهمت؟ يلا يا جماعه صباح الفل. النهارده جايب معايا عصير، مش محتاج قهوه. في هناك اللي هو الكاتل ده، وفي قهوه وشاي زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات سابقه. رجعت اجيب النضاره عشان انا عاوز اعود نفسي على النضاره. كان ممكن اقول النضاره النهارده مش اشكال، ايه يعني ما ناجلها لبكره ولا ناجلها لبعده، والايام جايه كتير وهنلبس كده كده النضاره على طول. لكن انا فضلت ان انا ارجع اجيب النضاره عشان اتعود ان انا خلاص بقى النضاره جزء من حياتي في الفتره القادمه. وربنا يدينا ويديكم طول العمر وطول الصحه وما يجيبلكوش حاجه وحشه في حياتكم. خرجنا بره وانا تقريبا متاخر خمس دقايق على الكورس. يعني الساعة دلوقتي 8 ونص الا خمسة، شايف ايه؟ قصدي 8 ونص وخمسة، شايف؟ يعني صباح الفل. وهنروح على طول على طول ان شاء الله باذن الله، وخمس دقايق او سبع دقايق مش اشكال، مش قضية. انا اللي بيصعب عليا ان ممكن كلمة تتقال زي ما قلت لك دلوقتي فانا ما اعرفهاش، لان الكلمة اللي بتفوتك ما بتتعوضش. يعني ممكن في سبع دقايق دول يتقالوا حاجة عن العادات والتقاليد ده، او حاجة بتتقال في الشارع مهمة انت ما عرفتهاش. طبعا انت بتقعد بقى مبنج على الصبح ومتضايق وزهقان لحد ما تخش في المود بتاع الكورس، بياخد الموضوع معاك 10 دقايق تاني، فكده تضيع وقت كتير. طيب الناس هنا يعني او اي حد مسؤول عن موضوع المدرسة بيعاقبك ان انت اتأخرت؟ والله العظيم عادي، مفيش اي مشاكل. ناس بتتأخر كتير بظروف، يبقى عندهم ترمين، عندهم اي شيء فبيتأخروا، موضوع عادي برضه مفيش اي مشاكل. المهم ان انت تواظب على الكورس بتاعك، وانا من فضل الله عليا والله ما قصرت في الكورس خالص الا ايام معدودات، ومش بمزاجي، بيبقى عندي مواعيد، عندي اشياء بخلصها. المهم ان انا تاخيري بيبقى بسبب مهم وقهري. فهمت؟ يلا بينا نعدي صباح الفل. جيت قعدت، واحد هيقول لي يا عم انت مغير هدومك. فعلا انا روحت البيت بعد الكورس، كان عندي شويه حاجات لازم اعملها النهارده فعملتها الحمد لله، وروحت البيت اتغديت. وبعدين قلت ايه؟ قلت انا هنزل اكمل الفيديو عن القوانين والحاجات اللي بتظهر داخل المانيا. قريت خبر ان شاء الله باذن الله يكون خبر فعلا صحيح، ان اسعار الغاز داخل المانيا رخصت جدا جدا جدا، وصلت للاسعار اللي ما قبل حرب روسيا على اوكرانيا. الاسعار دي لما بتنزل بتفيدك انت كمواطن عايش داخل المانيا؟ طبعا بتفيدك جدا. لما الغاز يرخص انت كده بالنسبه لك الموضوع بيهدى، الاسعار بتهدى. اول حاجه بتخلي الاسعار تعلى هو الطاقه او مشتقات الطاقه، اللي هي ايه؟ مشتقات البترول زي البنزين والسولار والجاز والغاز. يعني الحاجات دي كلها مشتقات بترول. زيت العربيات بيرخص. انت كمواطن عندك عربيه النهارده لو كنت بتغير غيار الزيت مثلا هنقول ب 100 يورو مثلا، هو ممكن يكون اكتر من كده وممكن يكون اقل من كده بكتير، لكن انا بقول لك لان انا ما اعرفش سعره. فلو انت كنت بتغيره مثلا ب 100 يورو،
لما ترخص مشتقات الطاقة اللي هي من ضمنها الغاز الطبيعي طبعا أكيد السعر ده هينزل مثلا يبقى 60 أو 50 مثلا أو 70 حسب نزوله. فالنزول ده بيفيدك أنت كمواطن عايش في هذه البلاد وبيفيد الناس كلها. طيب إيه الإفادة تاني؟ الإفادة إن أنت لو بصيت على المشتقات اللي هي البترول اللي احنا اتكلمنا عنها تلاقي كل حاجة خارجة منها. ازاي يا عم واحنا بناكل غاز او بنشرب غاز زي ما انت بتهزر؟ لا، النهاردة انت مثلا لو رحت مطعم والمطعم ده بيعمل الاكل بتاعه بالغاز اكيد طبعا هيرخص الاكل عشان يبيع اكتر. انت نفسك العيش اللي انت بتشتريه، العيش دون الحاجة اللي كانت بتغليه وخلت بعض المصانع قفلت هيرخص، المصانع اللي قفلت دي هتفتح. يعني الموضوع يا جماعة ما تبصلوش من جانب واحد، لا ده موضوع كبير جدا ودايرة بتلف على الجميع. وقيس بقى نجم كل شيء، يعني في سيارات بالغاز الطبيعي، في سيارات كهربائية، في سيارات بتمشي بالبنزين، فكل الحاجات دي هتلاقيها تنزل. مع ان في ناس بتتكلم بتقولك ان اسعار السيارات هتغلى في الايام القادمة، يعني العربيات الجديدة العربية بدل ما تشتريها مثلا ب20,000 هتشتريها ب25 عشان معرفش القصة ايه. في حد خبط خط التليفون بصراحة مش عارف ايه اللي حصل، في حاجة حصلت. المهم في حد خبط الكرسي من ورا وهو ماشي من غير ما يقصد طبعا، لان ايه مفيش الكلام ده ان انت تبقى ماسك كاميرا تلاقي واحد مثلا راح مدلس عليك او وبتاع، مفيش الكلام ده. حتى الناس اللي ممكن تهزر معاك تهزر معاك باحترام، تعمل لك كده تعمل كده تعمل كده، حركات من الحركات دي بأدب وما بيتنحش. فنرجع بقى لموضوع ان الغاز رخص في المانيا، ده شيء كويس جدا وايجابي بالنسبه للحكومه اللي موجوده داخل المانيا، بالنسبه للناس المسؤوله داخل المانيا طبعا حاجه كويسه، لان ده في المرتبه الاولى بيأثر على روسيا، لان روسيا كانت محتكره الغاز داخل اوروبا كلها، كانت محتكره مشتقات البترول كلها، الفحم معرفش ايه حاجات بقى قيس يا نجم، كل ده كانت سبوبه في الحرب دي على فكره. فالنهارده الناس المسؤولين الحمد لله قدروا يكتفوا روسيا ويرجعوها لورا سنين طويله جدا. لما نيجي نتكلم على الحرب الروسيه الاوكرانيه انا مش عاوز اتكلم في الموضوع ده كتير، وانتوا ملاحظين ان انا ما جيتش سيره الموضوع ده نادرا لما بتكلم، ولما بتكلم بقول ايه الله لا يوفقها روسيا، الله يديم منك يا بوتين، الله مش عارف ايه حاجات من الحاجات دي، لكن انا ما بتفحص وما بتوحص في الاخبار والشأن الاوكراني. في حد يقول لك يا خالد الموضوع نايم دلوقتي، الموضوع نايم عشان في كارثه على سوريا وعلى تركيا، الكارثه دي مخليه الاعلام كله وقنوات التلفزيون توجهت ناحيه الزلزال واثار الزلزال، ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين سواء في سوريا او في تركيا ويشفي اللي هم المصابين يا رب، ادعوا لهم يا جماعه. فطبعا الاعلام كله توجه ناحية هذا الموضوع الكارثي وده الأهم في الوقت الحالي للمسلمين. نيجي بقى للموضوع بتاع أوكرانيا، هل الحرب وقفت؟ لا الحرب ما وقفتش ولا حاجة، بالعكس الحرب شغالة وشغالة نار. بس أنت لما بتيجي تتابع بتتابع إيه؟ بتتابع قنوات عربية، لا في قنوات تانية بتنطق باللغة الأوكرانية أو اللغة الروسية وبتقول أخبار عن أوكرانيا وعن انتصارات أوكرانيا أو هزائم أوكرانيا واتيفر، مش مشكلة، أهم حاجة إني في ناس موجودة بتحافظ على الأرض. طيب الموضوع ده ممكن يستمر كتير، والله أنا بدأت أفهم القصة يعني مؤخرا إن ده روسيا هي اللي عاوزاه، لأن كانت زي ما قلت لحضرتك كانت سبوبة. برميل البترول اللي كان ب$50 قبل الحرب وصل ل$120 ويمكن أكتر كمان أثناء الحرب، الحمد لله الموضوع هادي دلوقتي بس برضه غالي، كانت سبوبة لروسيا. روسيا عملت لعبة محدش خد باله منها، بس سبحان الله ربنا ما بيتعاندش لان الظلم وحش. عملت اتفاقية مع تركيا وتركيا اعلنت ان هي اكتشفت بعض ابار الغاز او حقول الغاز، وان شاء الله هيبقى فتح كتير لاوروبا، وتركيا اقرب دولة تقريبا لاوروبا والاتحاد الاوروبي. فلا هي لا اكتشفت حقول غاز جديده ولا حاجه، بالعكس الموضوع زي ما هو، ولكن اللعبه اللي كانت بتتعمل ان الغاز الروسي يروح لتركيا ويتباع عن طريق تركيا للاوروبيين تاني، يعني شوف اللعبه واللفه
وتقريبا كشفوا الموضوع ويحددوا سقف لسعر برميل البترول. هو ده اللي خلى روسيا يعني اقول لك ايه ضربها في مقتل صح. فعلا الناس وهي ماشيه من غير ما تقصد في حاجه تقريبا مدلدله ولا حاجه طالعه فبتخبط في رجل الناس من غير ما يقصدوا فبتعمل صوت عندنا. احتمال الكرسي عاوز يشتغل يا رب يخبطوه يروح شغال وانا قاعد كده ما بدفعش فلوس. المقصد الكلام بتاعي اللي انا بتكلمه اني الحال مش هيفضل في غلاء مستمر. انا طبعا ما عصرتش رخص الاسعار داخل الاتحاد الاوروبي لاني جيت تقريبا يعني خلاص فاضل ايام وابقى بقالي سنه داخل المانيا. ولكن الناس اللي موجوده هنا في المانيا بتقول لك لا الاسعار زادت. طيب ايه الحاجات اللي زادت قوي وانت ملاحظها خالد ان هي زادت في هذه الاثناء او في السنه اللي انت كنت موجود فيها؟ يعني مثلا لما بخش اشتري ازازه زيت والاقي مثلا ازازه الزيت ب 2 يورو ونص فاجي احسبها مثلا على عمله اوكرانيا فلاقي ان المبلغ ده كبير قوي ضعف تقريبا سعر ازازه الزيت داخل اوكرانيا ضعف ازازه الزيت مثلا في مصر. فده سعر كتير. كل واحد بقى يتكلم عن السعر داخل بلده. طيب الاكل والشرب رخيص والله. لما تاكل سندوتش مثلا شاورما او سندوتش طعميه مش صغير هيشبعك على فكره وهيشبعك جامد جدا. ويمكن انا من كام يوم كنت باكل شاورما في المحل العربي اللي انا كنت باكل فيه او بجيب منه اللي هو الطعميه والشاورما غير المحل التركي. صباح الفل. اتفضلوا معانا يا جماعه اتفضلوا معانا. صباح الفل. فطبعا 5 يورو بالنسبه لسعر سندوتش الطعميه او الشاورما طبعا سعر غالي جدا. يعني انت بتتكلم مثلا في بالمصري في كام يا جماعه انتوا حسبوها؟ انا ما اعرفش السعر دلوقتي تقريبا وصل 25 تقريبا. طب يعني انت بتتكلم مثلا 125 فطبعا مبلغ كبير. بس في حاجه انا عاوز اقول لك برضو عليها. النهارده مرتبات الناس كام؟ يعني اقل واحد بياخد مرتب ياخد كام؟ اقل حاجه اللي هو يعني مرتبه في التعبان بياخد له 1500 يورو. ال 1500 يورو لو جيت تحسبهم على واحد بيدفع ايجار مثلا 600 يورو وبياكل طول الشهر ب 400 يورو وبيدفع مرافق 400 يورو كده مش هتبقى له حاجه من المرتب بتاعه. بس في حاجه انا عاوز اقول لك عليها. الشخص ده اللي بياخد 1500 يورو عايش ملك. يا عم عايش ملك ايه؟ ده مرتبه مش بيكفيه وممكن يكون بيجي اخر الشهر بيستلف. اكيد طبعا لان انت في احتياجات اخرى غير الاكل والشرب انت بتحتاجها في يومك او حياتك زي اللبس لبس زوجتك لبس اولادك خصوصا ان انت تكون عندك اولاد. بس في حاجه انا عاوز اقول لك عليها برضو قبل ما نقول الكلام ده. انت النهارده لو عندك اولاد الاولاد دول الدوله بتساعدك عليهم دي رقم واحد. التعليم مكانك. وزوجتك لو قاعده في البيت وما بتشتغلش برضو الدوله بتساعدك. فانت بص تلاقي بيجي لك اعانات علاوه على مرتبك فتلاقي نفسك الموضوع بيلم نفسه. نرجع بقى للحته اللي انا قلت ده مرتبه مش مكفيه وبيكح تراب. قلت لك ده عايش ملك. عايش ملك ازاي؟ اقول لك يا باشا عايش ملك ازاي. الراجل ده بيخرج يلاقي حاجات نظيفه يتمشى فيها، بيلاقي عادات حلوه يقعد عليها، بيلاقي حدائق نظيفه جدا يتمشى فيها، بيلاقي مواصلات فخمه جدا ورخيصه جدا والقصه في المتناول، بيلاقي مدارس لاولاده يتعلموا فيها ومفيش حاجه اسمها دروس خصوصيه ولا الحمل الزياده على الاب في الاسر العربيه. النهارده في دولنا العربيه لو واحد مخلف 3 أو 4 عيال الله يعينه ويسترها معاه ويزيدوا صبر ويقويه على اولاده. مش هقول اكتر من كده لان الاربع اولاد دول لو دخلوا بقى المدارس واحد ورا واحد حط يا باشا وقع يا عمي زي ما انت عاوز تقع. فالموضوع صعب والمرتبات في الدول العربيه يعني حدث ولا حرج الله يعين الناس. الناس تعبانه والعيشه ممكن تكون ارخص سنه من المانيا ولكن الحكايه مش بتتقاس كده. الحكايه بتتقاس بدخل المواطن. دخل المواطن كبير وبيصرف كتير مفيش اي مشاكل. دخل المواطن قليل وبيصرف قبل الكتير بحاجه بسيطه ده كده هو ضايع فيها. فهمت؟ بص الست خبطت حد تاني لسه برضه نفس الكرسي كرسي منحوس قوي. طيب انه افضل الدول العربيه ولا دول اوروبا يا خالد؟ لو انت حبيب القلب اتغربت من صغرك
صدقني والله الدول العربيه هتبقى صعبه ان انت تعيش فيها فيما بعد، الا بقى لو انت خلاص بقى يعني استكفيت من الحياه، بكلمك بجد، وقررت ان انت يعني زي ما بيقولوا يلا حسن الختان، نقعد بقى في وسط اهالينا والكلام ده كله. لو انت مش متغرب كتير وعادي بالنسبه لك، صراحه من وجهه نظري الدول العربيه افضل. طب افضل في ايه؟ اقول لك انا افضل في اولا يا حبيبي الرحمه والقلوب الطيبه والخير اللي جوانا، مع ان فينا بعض مش كويس والله ما هتلاقيها الا في الدول العربيه، والله تاني ما هتلاقيها الا في الدول العربيه. الاهل، الصحاب اللي انت اتربيت معاهم، اصدقاء الدراسه بتاعتك، اصدقائك في العمل، الحاجات دي كلها صدقني والله هتفتقدها جدا قدامها المال قدامها الفلوس، في حين ان انت ممكن في بلدك والله لو شغلت دماغك وانت لسه ما تغربتش ومعاك راس مال هتسلفه في السفر، والله انت ممكن تعمل مشروع، المشروع ده ممكن يكسبك مكاسب رهيبه. وشغل دماغك والله لو شغلت دماغك ربنا هيكرمك. اولا حبيب القلب لو انت بتقول البلد غاليه، والله الغلا دون عليك وعلى المشتري، يعني انت ما بتدفعش حاجه من جيبك في هذا الغلا. لو انت بتبيع منتج معين على سبيل المثال، يعني انت مثلا لو عندك مصنع بتنتج شيء معين، انت بتجيب المنتجات او بتجيب الخامات بتاعتك بتجيبها بسعر غالي، صح؟ فعلا. طيب لما بتيجي تبيعها ما انت بتبيعها برضه بسعر غالي، يعني لو الاسعار غليت انت برضه بتغلي. يعني انا لسه كنت بتفرج على بعض القنوات في اليوتيوب، فالناس كمان حتى بتشتكي في مصر، بيقولوا الفراوله احنا بنزرعها داخل مصر، ليه الفراوله غاليه مثلا؟ حاجه من ضمن الحاجات. الخضروات احنا بنزرعها داخل مصر، ليه غاليه؟ اولا المزارع ده بيحط البذره وربنا هو اللي بيطلع النبته دي وبتصير الشيء اللي انت بتاكله. طيب ايه المصاريف الزياده اللي المزارع بيعملها؟ بيحمل، ما هو التاجر هو اللي بيجي لك بيحمل ده. طب الغلاء ده مين اللي بيعمله؟ هل هو المزارع على ارضه ولا التاجر اللي بيشتري؟ دي الله اعلم، انتوا تبحثوا فيها وتسالوا عنها. لكن الحاجه اللي بتصنع داخل بلادنا المفروض تبقى رخيصه، لان الخامات احنا اللي بننتجها من ارضنا، فهمت؟ ودايما بقول ايه، البلد اللي بتنتج غذائها محدش يعرف يتحداها او يهزمها ابدا والله العظيم. لكن للاسف الشديد يعني انا لما بتذكر الايام زمان، طبعا حاجات انا ما كنتش اتولدت فيها، ما كنت بشوفها في الافلام الابيض واسود، اللي هو القطن طويل التيله كان القطن رقم واحد في العالم، القطن المصري ما كانش بيزرع تقريبا الا في مصر تقريبا والسودان حاجه زي كده، يعني ممكن يكون دول تانية بس انا مش معرفش، فانت صحح لي المعلومه عادي مفيش مشكله ان انا ما كنتش عارف، ولكن كان مشهوره مصر بالقطن طويل التيله. النهارده مش موجود، ما بيزرعش، القمح برضه ما بشوفوش وما بسمعش عنه، بالعكس احنا في مصر بنستورد من امريكا وبنستورد كنا من اوكرانيا ومن روسيا القمح بتاعنا. الرز نفس القصه، بص منتجات كتيره، مع ان مصر كانوا بيقولوا عليها بلد زراعيه، ما اعرفش ايه اللي قلب الحال، هل الراجل المزارع تخلى عن موضوع الزراعه ولقى ان موضوع الزراعه ده ما يجيبش همه، وان هو يبني له عماره او يبيع ارضه مباني فهيكسب اكتر وهيغتني اكتر؟ انا ما اعرفش صراحه بيقصوها ازاي، وهل الدوله في رقابه على حمايه الاراضي؟ يعني كان في زمان في لجنه اسمها حمايه الاراضي، اللجنه دي هل ما زالت موجوده؟ طيب العشوائيات اللي احنا بنشوفها في الدول العربيه، بتكلم على مصر وغير مصر وما بنتقدش مصر، بالعكس مصر افضل بلد في العالم، ولكن انا بتكلم على سلبيات بعض الناس، تصرفات بعض الناس، نوم بعض المسؤولين. ليه؟ يعني كنت بشوف مثلا واحد عنده 200 متر ارض والاقيه باني برج 15 او 20 متر عليه، 20 دور عفوا عليه. طب هل ده يعقل؟ طب هل الدوله يعني سكت ازاي على الكلام ده؟ يا عم في ازمه سكن. طب يا عم ماشي، احنا نعمل الكلام ده من خلال المهندسين، هم اللي طبقوا الكلام ده على ارض الواقع عشان ما يحصلش كوارث زي ما حصل مثلا في تركيا، يعني مقاولين هربوا، مش عارف الدنيا خربت، الدنيا ولعت في لحظه بسبب زلزال، وممكن يكون البيت ده لو قعد من غير زلزال كان ممكن يقعد له 100 سنه تاني، ولكن هو النصيب والرزق كده، ويمكن يكون المقاول مقصر في الخامات، الله اعلم. ولكن يا حبيب القلب احنا دايما بنبص للاشياء الايجابيه والاشياء السلبيه في كل الدنيا، يعني مثلا لما باجي اتكلم على المانيا هنا بشوف اشياء سلبيه ما بتعجبنيش، وبشوف حاجات كتيره قوي ايجابيه بتعجبني جدا، بكلمكم عن ده وبكلمكم عن ده. وبرضه بالمناسبه لان النهارده الفيديو يعني من القلب، السلبيات اللي ما بتعجبنيش وكانت برضه نفسها ما بتعجبنيش في اوكرانيا، اللي هو الانفتاح زياده عن اللزوم عند
الستات او البنات. الكلام ده احنا مش واخدين عليه كعرب كمسلمين او حتى مسيحيين شرقيين، مش واخدين على الكلام ده. حتى المسيح الشرقي هتلاقيه برضه ملتزم وبيحترم الناس اللي حواليه وعنده نخوه، واحنا الحمد لله اساس النخوه واساس الرحمه واساس الرجوله زي ما بيقولوا. فتيجي هنا لا ما تلاقيش الكلام ده. يعني كان مره الشيخ مش فاكر اسمه ايه، والله اتفرجت له على حاجه موت على روحي من الضحك، يمكن انا نزلتها عندي في المنتدى. فكان واحد اجنبي بيسال واحد مسلم هنا في اوروبا ما اعرفش في انهي بلد، فبيقول له ليه ربكم حرم الزنا؟ فالراجل قال انا لو قعدت اتفزلك عليه واديله ايات من القران وهو مش هيبقى فاهم، او هقول له تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ما تسنيش مثلا، فراح قال له انت ترضى على امك ان هي واحد يعاشرها معاشره الازواج وهي مش مراته؟ قال له عادي مفيش مشكله. الراجل اتخض فقال له طب ترضاها على اختك؟ قال له عادي برضه. فتخيل الناس هنا في اوروبا وفي اوكرانيا وفي روسيا لو الاخت اخوها شافها رايحه مع واحد او عايشه مع واحد صديق ليها عادي بالنسبه له يا باشا، عادي بالنسبه له يا حبيب القلب، ولا اي مشكله عنده ولا قرنينه يقفوا. وبنشوفها بقرون كتير كل حته، اللي اخته مش عارف ايه واللي امه ايه عادي، وهو قاعد فشخ بقه من هنا لهنا وعادي وفرحان قوي وعامل فيها ابو الرجال. احنا بنشوف ده كمان في بعض الناس اللي هم الديوز والعياذ بالله، ربنا يكفيكم الشر. فما اقصد الكلام اللي انا عمال بحكيه بيه حضراتكم ده ان يا حبيب القلب انت الاوضاع دي مش هتغيرها، الناس هنا مش هيتغيروا. ليه؟ لان الناس دول خلاص هم مقتنعين ان هم صح وانت غلط، وانت مقتنع ان انت صح وهم غلط، فهتتعب نفسك بالكذب. طيب دورك ان انت تدخل الناس الاسلام، او انت دورك كمسيحي ان انت ترجع الناس للمسيحيه، ده مش دورك يا حبيب القلب، لان انت مش مؤهل لكده. انت ممكن تحاول تدخل واحد دينك تلاقي الواحد دون بعد ما يخرج من تحت ايدك يبقى هو ألد اعداء او ألد عدو ليه دينك نفسه، ويحارب دينك ويمسك القرآن او يمسك انجيلك او يمسك مش عارف ايه ويحرقه. ونشوف المهازل ورسومات والكاريكاتير اللي بيحصل والحاجات اللي بتحصل اللي لا يقبلها عقل. الحمد لله في بعض الدول الاوروبية احترمت نفسها وفرضت قوانين بعدم حرق الكتب المقدسة بما فيهم القرآن والانجيل والتوراة، مفيش الكلام ده خلاص في بعض الدول. ولكن في دول تانية انت ما بتسمعش عنها وبيحصل منها اكتر من اللي انت بتسمعه. ولكن خلينا نسيب الامور للدنيا تمشيها زي ما هي. طبعا انتوا شفتوا صورت لكم مول وانا ماشي، يعني بصراحه حاجه عظمه قوي، حاجه نظيفه جدا وحاجه اخر شياكه واخر جمال واخر نظافه. الناس نفسهم محترمين ومؤدبين وعلى خلق، ماليش دعوه بيهم، بتعامل معاهم من بره بلاقيهم ناس مؤدبه قوي ومهذبه جدا في وشك وشهم بشوج. لكن والعياذ بالله ربنا يكفيك شر البني ادم الغلاوي ابو قلب اسود اللي هو دايما تعبان ومخه تعبان. مش عاوزين نكتر اكتر من كده، اتمنى لكم يوم سعيد، صباحكم جميل، خلوا بالكم من نفسكم يا عرب، اشوفكم على خير، السلام عليكم. وما تنساش اللايك والتعليق والاشتراك لو كنت بتشوفني لاول مره. السلام عليكم.